أستاذة فضيلة، عمرك سمعتي عن الإعجاز العلمي في البوذية؟ عمرك سمعتي عن الإعجاز العلمي عند الشنتو في اليابان؟ نحن فقط الشعب الوحيد على ظهر هذا الكوكب الذي يتحدث عن إعجازاته العلمية، وهو عاجز علميا تماما ولم يضف حتى إبرة خياطة إلى المخترعات الموجودة الآن. نحن نجلس في الظل وننظر إلى الغرب بشماتة ونقول هذا الاختراع كان موجودا عندنا في النص المقدس، وهذه التكنولوجيا كانت موجودة، والنسبية موجودة، والمش عارف إيه والموجود، والذرة، كل هذا نتيجة جرح النرجسية النازف والإحساس بالدونية المتعمق والجهل أيضا، أليس كذلك؟ والجهل يا أستاذ. نحن نعالج ذلك بأن نقول أن لدينا إعجازا علميا، وهو طيب. في الحقيقة منتهى العجز.